بين أداء هجومي مميز وأسلوب دفاعي محكم. هنا ستكون المواجهة وسيخلق الصراع بين ديك وثور في حلبة واحدة لهدف أسمى وهو الوصول لنهائي بطولة أوروبا. في معركة تكسير عظام يواجه منتخب فرنسا نظيره إسبانيا بنصف نهائي يورو 2024 في مباراة مليئة بالحماس والإثارة الكروية بين منتخبين من نخبة منتخبات أوروبا والعالم أجمع. ويحتضن ملعب إليانز أرينا في ميونخ بألمانيا هذه المباراة القوية بين الديوك والماتادور تحت قيادة تحكيمية سلوفينية. يخوض المنتخب الفرنسي مباراة نصف نهائي أمام إسبانيا دون أي غيابات في صفوفه، حيث يلعب مكتمل الصفوف رغم أن نجمه وقائده كيليان مبابي يلعب بقناع واق للوجه لإصابته بكسر في الأنف، وأثر ذلك كثيرا على تركيزه ومستواه بالمباريات السابقة. بينما يعاني لاروخا من غيابات عديدة لأسباب مختلفة ما بين إصابة وإيقاف تتمثل في افتقاد ثنائي الدفاع داني كارفاخال وروبن لونورماند للإيقاف، بجانب بدري نجم الوسط للإصابة التي ستبعده عن المباراة النهائية كذلك إذا ما تأهل الماتادور. منتخب إسبانيا ظهر بصورة رائعة خلال البطولة وقدم مستويات وأداء جيدا للغاية خاصة في الشق الهجومي ونال استحسان الجميع، خاصة بعدما أقصى ألمانيا البلد المضيفة بالوقت القاتل باللقاء السابق. أما منتخب فرنسا فظهر بصورة باهتة طوال البطولة، ويكفي أنه لم يحرز سوى 3 أهداف في 5 مباريات منهم هدفان عكسيان وآخر من ركلة جزاء لمبابي رغم تميزهم بالجانب الدفاعي، حيث لم تستقبل شباكهم سوى هدف واحد من بولندا في 5 مباريات السابقة.